وبعدين معك رح تضل واقف كتير انت وعساكرك؟ في وقت محدد للفوتة، انا بحدد انت بفوت وانت بطلع. بس لازم تعرف انه رح يصير دم، ذاتا البيت واقف للجامع ومطاليب نحن مالنا مخبيين بالحارة. شو؟ وينو كبير كور؟ ايوه، شو ناوي تشلشنا انت؟ ساعة بتقول لا هو كبيركن ولا زعيمكن، وساعة بتقول وين كبيركن بدي احكي معه. اعتمد عمي. كأنه شفته هرب؟ ابو عصام ما بيهرب، كأنه مو عامل شيء ليهرب. بعدين الحكي اللي حكيتوه ما حدا صدقه من الناس هي قدامك، كلهم كله كذب بكذب. مشان هيك عم بنصحك نصيحة، خود عسكرك وبوشك على السكنة تبعك. يلا ليك انت عم تتجاوز حدودك كثير، ها؟ لا تاخذ وتعطي معي كثير. قلت لك البيت بدي فوته، يعني بدي فوته، عم تسمع؟ البيت ما رح تفوته. طيب في حل، ابو ظافر بفوت على البيت وبفتشه وبيطلع بيخبرنا شو شاف. انا بثق بابو ظافر. ايوه، وليش عم تحاكيني كاني عسكري عندك وبتثق فيي بفوت وما بعرف شو؟ عمي نحن كلمتنا بعد ابو عصام، ابو عصام بس اللي بفوت وكلمتنا كلمه. بس انا ما بثق بابو عصام. مشكلتك يا حضره الضابط انك ما بتثق بحدا، ونحن كمان ما بنثق فيك لأنه أنت بنظرنا محتل. شو قلت؟ أبو عصام هو اللي بفوت. طيب بفوت أبو عصام، بس بفوت معه أبو جودت. لا، مو أبو جودت، بفوت معه رستم. ليش رستم؟ هيك ما بدنا أبو جودت يفوت على البيت، فهمت؟ طيب بفوت أبو عصام وبفوت معه رستم. يا ابي صافير اللي يا ابي ونادي لعمك ابو عصام. امرك يا ابي امرك.